خنشلة بالرغم من كل هذه المجهودات التي قدمتها إلا أنها لم تأخذ نصيبها أو بالأحرى جزاءها، بل عاشت سنوات وسنوات تعاني من جميع المجالات. والزائر للمدينة يلاحظ للوهلة الأولى أنها تعاني حقيقة، ولا نخفي هذه المعاناة التي يعلمها العام والخاص. قررنا وفق تجربة اجتماعية بسيطة بمناسبة قرب الاستحقاقات الانتخابية المحلية للمجلس الشعبي البلدي والولائي، والتي نتمنى أن تكون بادرة خير لكي تتغير هذه الولاية إلى الأفضل، لأنها ببساطة تستحق أن تكون في مصاف الكبار. ولقد خرجنا إلى شوارع المدينة وأجرينا العديد من التصريحات مع شباب المدينة. كانت لهم مجموعة من المطالب والمشاكل والانشغالات طرحوها لهؤلاء المترشحين ضمن قائمة الحرة الموسومة بالأخوة تحت رقم 103. نشكرهم جزيل الشكر لأنهم فتحوا لنا الأبواب بصدر رحب بمقر مداومتهم، ولقد حصلنا الشرف أن جلسنا معهم قرابة الأسبوع لأخذ تصريحاتهم وإجاباتهم، وقد تكبدوا معنا حقيقة عناء التعب والجهد، وفي الأخير جمعناها لكم في ريبورتاج متواضع نتمنى أن ينال إعجابكم. بإريتريا انا كمواطن اليوم راني خنشي ماني طامع والو في خنشلة. التليفون باش يسمع صوتي انا منين يسمع؟ كي تكون انت امير تكون صادق ومخلص وتكون خدام على روحك، الشعب كله راح يحبك. البلد هذه القديم وما دار والو، سانال بي مقفول، سونيتكس مقفول، الدهن اوزين راهو مقفول. شو اللي جانو واش قاعده دير خنشلة من لليوم لليوم؟ واش يقول لك كلي راج يحفر يدير لك حاشاك روكاره؟ هذه خنشلة بلدي والولائي والبرلمان اللي راهم زرقهم في البرلمان، وروحوا وما روحوا درك وروح يلقى الزباله واش راح يلقى؟ ومجلس البلدي راهم هنا راهم يجي يلقى غير لابوبال، كرمكم الله وجهكم راهي غير لابوبال. هل صراحه السلطات المحليه سواء البلديه والولائيه هل قدمت مشروع او برنامج فعال وناجح للنهوض بشباب ولايه خنشلة وانقاذهم من شبح البطاله؟ شوف احنا البلدي انت انا ما تقدم لنا والو، شوف يدير لك حاجه يدير لك صح يهضر لك يقول لك راح ندير وراح ندير وراح ندير، النهار اللي نحكي يحكم البلاصه ينساه ينساه انسى العبد هذاك بلي كاين في الدنيا، فهمتني؟ لا ميم با تروح باش تقابله تقول له اعطيني مقابله مثلا، يقول لك نهار الاثنين العشرة طول العشرة يقول لك ما كانش مش قاعد، تروح اخويا راك خدام على الثمانيه نروح ما نلقاش لا ال11 لا ال10 لا 12 توجور ما كانش توجور ما كانش. اخو احنا نطلبوا منهم، اخو نطلبوا من اي واحد، نطلبوا من الولات هذو اللي تاع الانتخابات هذو اللي تنتخبوا جدد. اخو شوف زمن الشيخ زمن الشيخوخه انتهى درك، احبوا نحبوا جاي الشباب. مشاريع هنا في خنشلة بكلها راكده اون بليس، السلطات غايبه في البلديه، المير والله ما نعرفه، هاي جاي الانتخابات المحليه مسح المير اللي قبل والله ما نعرفه، بورتون احنا ولاد خنشلة ولاد المدينه بارك الله فيك تري بيان صحيت خويا. كاين مشاريع احنا طلبناها في الحراك وفات فات 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 ما كاين والو، جاني يخدموا في الخضره لي زاكتيفيتي اللي هنا في خنشلة والله غير يضحكوا علينا في لي كروند اقسم بالله. لا بلي بارت لي جون 18 اون 20 اون 25 اون كل حرقوا عطاوها، كاين اللي مات في البحر، كاين اللي الوالده تاعهم حرق عليه الدركه وبزاف دي جون مساكن والله بزاف قسما بالله، غير تلقاه زين ما شاء الله وصغير وجاي لدنيته راهم باصي على جل تفاهات صغيره دارها في حياته غلطات يغلط يخلص. دونك باش نطالبوا السلطات حنايا سي بون مبقاو السلطات بعد كش ما نطلبوا من ربي سبحانه، حنا يقول لك شكم من غير الله ما ذل، حنا نطلبوا من الله عز وجل اول حاجه مش يحق لنا طلباتنا امنياتنا، يهز علينا العباد هذو يديهم يكسبيلسيهم الكره الارضيه يروحوا يخطيونا. احنا 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 نختاروا كيما درك الانتخابات المحليه باقي لها 20 جور ولا راح يجينا امير، المير هذا قبله قبله قبله، انا في عمري 36 سيزون نعرف بزاف عباد كانوا امير وهضروا وعدونا
سي با لافان نحكي عليه كرون، نحكي غير على هذا المتواضعين هالبساطه. جاو فوالا ونديروا حنا فوالا ودي جاردان بيبليك ومناصب الشغل والشباب تخدموا بيان. بارك الله فيك. وعود كذبه، هذه تاع وعود كذبه تاقلمنا معاها سي بون. حنا انت خنشله، ماذا تقول للمسؤول الذي سوف يظهر بمكانه في المجلس الشعبي البلدي او الولائي؟ بصراحه المسؤول اللي راح نقول له اللي راح يطلع درك، الحاجه الاولى من الاولين شت ننصحه بنصيحه مليحه، اذا تحب تغير في البلاد في الحمله الانتخابيه كاينه حاجه يقولوا لها لي ليست تاع المترشحين اللي معاه، كيما نقولوا حنا لي فوتو اللي علقوها، هذه الاولى من الاولين معلقه في دار السيد، على ما ديروش بلايك يعلقوا فيها، هذا وسخ البلاد. الحاجه الثانيه كي تحب تطلع مسؤول لازم تريق الحاجه الاولى هذه باش تفوت لحاجه اخرى، ولازم تكون انسان متواضع وانسان فاهم وتفهم العباد الكل، بيسك راك في منصب لازم لك تكون تفهم العباد الكل، كاين اللي مليح وكاين اللي قبيح وكاين اللي له دعايات وكاين اللي يدير ويدير ويدير، لازم تفهمهم الكل باه تريقل روحك وتريقل البلاد معاك، باه تقدر تزيد تعاود عهده ثانيه وتتريقل البلاد معاك. بصح باه تجي تعولها على عهده تزيد تردها اللورا، كثر ما رانا فيها غير ما كان له، ما نحتاجوش العباد هذا. خليونا بلاش، خليونا بلا مير، خليونا بلا مير، ديروا عساس البلديه، البلديه تمشي عساس، ديروا له شهريه تاع 18 تمشي البلديه كما تبغي. احنا ماذا بينا ان شاء الله المنتخبين جاو يكونوا على قد المسؤوليه، 33 منتخب احنا لو كان على الاقل يحطوا 8 يهبطوا للشارع صح صح ويشوفوا الشباب واش يعاني، يشوفوا العائلات صح صح اللي يعني بها ربي، الاحياء الشعبيه راي معبيه بالناس اللي يشوفوا صح صح، او مش حتى يدير لك واحد يدير لك لايف ولا يدير لك واحد الفيديو ولا روبورتاج باش تهبط تشوف الناس هذو. حنا تمنينا الضمير تاعك هو اللي يديك الاماكن هذو، كيما ترقد انت في عز الشتاء في درجه بروده ما عبايش قداه ناقص 5 ولا ناقص 10 والثلوج والامطار والناس يعني بها ربي وانت قاعد في السخانه، ثم الضمير تاعك يعاتبك شويه تروح ياكل قلبك على الناس هذو، لانه اذا ما حاسبك واحد حتى واحد في الدنيا يحاسبوك يوم القيامه. احنا ماذا بينا المنتخبين يحسوا بالناس، احنا الحمد لله ربما انعم علينا احنا خير من الناس، ولكن الناس كاينه من تحت خلاص ويعانيو ويعلم بهم غير ربي، هذا هما الناس اللي نورمالمون منتخبين يشوفوا لهم. زيد احنا كما قلنا مؤسسات كاين مثلا لوزينات المنطقه الصناعيه هذه اللي نورمالمون في احد الايام كانت هي نقطه قوه ولايه خنشله، درك هي ولات هي نقطة الضعف. سيدي الكريم، بما أنكم قررتم خوض غمار هذه الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي تحت القائمة الحرة الموسومة بالأخوة، سيدي الكريم بصراحة هل في أذهانكم مشروع ناجع وفعال يخلص المدينة من شبح البطالة والرفع من التنمية، بما أن هذه المدينة تقبع في المراتب الأخيرة من حيث التنمية والتهيئة وغياب البنى القاعدية بصراحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالطبع سنحاول وأكيد مع والي الولاية فيما يخص العمل والقضاء على شبح البطالة، وكما نسعى بكل جهد وأؤكد أننا سنسعى بكل جهد مع مسؤولي ومنتخبي الولاية والبرلمان فيما يخص المنطقة الصناعية التي تعاني جمود وركود كبير جدا، وكذلك غلق المصانع منذ الأزل. كما نعدكم أننا سنقوم ونخطط مع فريق تقني ونفعل الجمعيات والكفاءات والشباب على دعم مجهود جبار لخلق مناصب شغل بالمنطقة الصناعية، كما أننا سنقوم بإنجاح هذه العملية بإذن الله وشكرا. سيدي الكريم، قبل أن نأتيكم هنا قمنا بالتجربة الاجتماعية التي سبق ذكرها، ألا وهي جس نبض الشاب الخنشلي بالضبط هنا في إحياء بلدية خنشلة، حيث لاحظنا أن هؤلاء الشباب هم الطبقة الغالبة في المدينة كما يعلم العام والخاص، أصبحوا لا يثقون في المسؤولين الحاليين،
سواء المسؤول البلدي، المسؤول الولاية، أو المسؤول المحلي. لماذا يطور هذا الانسداد الحاصل بين المواطن والمسؤول؟ صلى الله عليه وسلم. بالطبع الشباب الخشلي مثله كمثل الشباب الجزائري، كما نقوله قطع الياس وفقد الأمل، وهذا راجع لعدم خوف المسؤولين من الله عز وجل وغلق الباب أمام المواطن والشاب والسعي وراء الجاه والمال والسلطة والنفوذ. وأنا أكد لك المعلومة هذه كأنا كأشاب، يعني ما نثقش في المسؤولين، لأنه الشاب الخنشلي بصفة عامة الجزائري يعرف وراح تلحق القضية بعد النجاح، وراح يلحق. نحن كما يعني اطلعنا كباقي المواطنين على تدخل السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ولاية خنشلة، يعني بالحرف الواحد قال إنها ولاية معزولة، وولاية معزولة لها أكثر من معنى. لو نحلوا الكلمة معزولة حقيقة، لا مطار، لا سكة حديدية، لا طريق سيار، ويعني تفتقر إلى أدنى شروط الحياة كمختلف الولايات. ولاية مجاهدة. أنا سمعت يعني كما كنت أتكلم على بعض الآراء نتاع بعض المواطنين والشبان، يعني بالذات يعني تفاجأت، الله يبارك، يعني مستوى وعي كبير ومستوى راقي في الطرح من جهة واحدة، خلاف يعني قاستني هذيك الناس من ديزيسبيريا، يعني فاقد الأمل، شغل تشوف المستقبل تاعها ما عندوش أفاق، تشوف له. احنا بغينا نمدوا يدنا للناس هذو، وعلى كل حال الشباب بصفة عامة نتكلموا من ناحية اقتصادية. احنا اليوم نقترحوا يعني مثلا اننا مثلا نديروا اسواق في الاحياء، اسواق في اماكن معينة مهيئة فيها الوسائل كاملة، فيها الحماية، فيها الشروط اللازمة لممارسة التجارة معينة، باش اللي بيريو الطرق نتاعنا ويعود المواطن يتحرك فيهم براحة. هذا كمثل، لا كمثل. وعلى كل حال يعني النظرة نتاعنا نظرة تفاؤلية، مدوا يدنا للمواطن وبربي إن شاء الله راهو يكون الخير إن شاء الله. هذا واش نقول لكم، فيك بركة، شكرك. زيادة على ذلك، بالنسبة للولاية نتاعنا كما قرأت الجمهورية اللي قال الولاية فقيرة، ماذا بينا المواطنين تاع ولاية خشلة، ماذا بينا مرة واحدة باك نكونوا في حنايا نوقفوا على رواحنا ونكونوا رجال ونخيروا الكفاءات اللي قادرين مستقبلا يتحكموا في الغلاف المالي هذا إن شاء الله الكبير اللي راح يجي لولاية خشلة، وتكون تنمية حقيقية ونكونوا قد مسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قائمة الأخوة فيها أعضاءها منبثقين من الشعب البسيط، الحالمين بجزائر جديدة، والكادحين الذين يتطلعون إلى مستقبل ظاهر إلى كل الشعب. قائمة الأخوة لما تكون كان الشرط نتاعها هو أنه ما يكونوش فيها أصحاب المال الفاسد، ما يكونوش فيها الناس المنتخبين اللي فاتوا على المجلس البلدي لأنه خلاو كوارث كبيرة. هذه من أولى الشروط نتاعنا. قائمة الأخوة منبثقة من الشعب، من الشعب البسيط، المساواة بين الأحياء، لأنه نشوف في أحياء هنا في خنشلة أحياء فيها الكهرباء وأحياء ما فيهاش، أحياء فيها ليباك حشاك نتاع لابوبال وأحياء أخرى يتيشوهم في يمين وشمال، أحياء فيها الطرقات وأحياء أخرى ما فيهاش. أننا نحاول نوحد بين، نحاول نعملوا كل الأحياء كيف الإنارة، لازم تكون الإنارة في جميع الأحياء. راح إن شاء الله راح نديروا حاجة جديدة في خنشلة، احنا 33 عضو ما نبقاوش في المكاتب، نتقربوا للمواطن مباشرة،
مع بالتنسيق مع الجمعيات ومع رؤساء الأحياء، نحصيو مثلا المرضى الموجودين عندنا، نحاولوا إن شاء الله نقدموا لهم يد المساعدة، وإذا كان ما قدرناش نوصلوا الميساج للسلطات اللي فوقنا، ونحاولوا ندخلوا مادام عندنا إطارات في المجلس نتاعنا، ندخلوا الرقمنة مثلا مثال قفة رمضان، ندخلوا فيها الرقمنة باش نشوفوا قفة رمضان وين جهة تروح. البرنامج نتاعنا ألا وهي هي عمال الشبكة الاجتماعية متواجدين حاليا في المدارس الابتدائية، والمعظم نتاعهم يخدم في المطاعم المدرسية اللي تقدم وجبات للتلاميذ. نتمنوا إن شاء الله احنا في البرنامج نتاعنا هو أنه نعاونوهم ونطرحوا المشكلة نتاعهم على سلطة إن شاء الله. والنقطة الثانية أنه العامل في الشبكة الاجتماعية يعمل يوصل 60 سنة ويتوقف عن العمل وكأنه لا عمل ولا شاف. يعني الجانب هذا جانب اجتماعي، الناس غلبة تمنوا إن شاء الله، واللي هي نقطة اللي مبرمجة في البرنامج نتاعنا أنه لازم نعاونوهم بأي طريقة إن شاء الله على سلطة ونطرح المشاكل تاعهم، ونتمنوا إن شاء الله أنه يسوي لهم الوضعيات نتاعهم، خاصة هذه الفئة بالذات والصفات، خاصة هذه الفئة بالذات والصفات. والله هدرتها من قلبي، خاطر نعلموا بهم ساكن وش يعاني وش يقدموا خدمات. ماذا تقول للمسؤول الذي سوف يظفر بما كان في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي لابيسي ولا لابيوي، بما أنك مواطن تقيم في بلدية خنشلة، وش هي النصيحة اللي راح تقدمها له أنت؟ أولا مشكور، النصيحة اللي راح نقدمها له كمواطن أولا نقوله هذه راي تشريف وليست أي تكليف وليست شريف، ماذا بيك تكون قد المسؤولية ويكون اللي راي الشخص اللي راي حسب ماهوش إنسان، اللي راح يحاسبك راه ربي سبحانه ويحاسبك الضمير تاعك، وكاين حاجة بعد الدنيا هي كاين الآخرة يوم القيامة، هذاك هو الصح. ماذا بيك كمسؤول تكون قد المسؤولية، تخاف ربي سبحانه وتكون عندك برامج، ماذا بيك تسطر حاجة تمشي عليها. هنا المستوى البلدي كتشوف رانا في طريق بعدنا، الأبسط حاجة يخلقوا شوية مناصب شغل بطريقة سهلة، خلاص يحطوا دي كيوسك هنا في الطور في الطريق نورمالمون في الصيف، هاك شفت كيفاش، على الأقل يحطوا دي كيوسك، أبسط حاجة تقدر البلدية تستفاد منها ويعاونوا بها الشباب. ثاني هذو الملاعب الجوارية هذو اللي يفتحوهم، حنا ماذا بينا يكون الكراء تاعهم يستغلوهم شباب، ولكن تكون بطريقة منظمة البلدية ثاني تستغلهم يكون فيها مدخول. شكرا. أول شيء أنا أقوم به بطبيعة الحال هو أن أحمد الله وأشكره شكرا جزيلا على التوفيق الذي وفقني إياه، وأن أصلي ركعتين سائلا إياه التوفيق والسداد، وأن أعمل بكل جد وإخلاص، وأن أستشعر رقابة الله في كل كبيرة وصغيرة في هذه التجربة الجديدة. هل قائمتكم تتوفر على جميع الشروط التي يتطلع إليها المواطن الخنشلي، بما أن هذا الأخير كان يتحصر كثيرا من قوائم مجلس الشعب البلدي القديم الولائي أو البلدي، لأنها لا تتوفر على كفاءات وإطارات تستطيع أن تغير ما يجب تغييره في المدينة؟ صحيح، لقد تحصر الشعب الجزائري بصفة عامة والشعب الخنشلي أو المواطن الخنشلي بصفة خاصة على المسؤولين السابقين الذين مروا ممر الكرام على هذا الكرسي، ولم نشهد لهم أي أثر لحسن عملوه من أجل المواطن، وهذا رجع لنقص الكفاءات مما جعلت منهم مسؤولين لا يعملون بضمير وإخلاص، وهذا أيضا مما جعل معظم البلديات على المستوى الوطني أو المستوى المحلي تغرق في جو من الانسداد وعدم وانعدام التنمية والأفات الاجتماعية. ولكن اليوم وعلى غير العادة فقائمتنا القائمة الحرة المسمات الأخوة هي قائمة تتمتع بكل الشروط التي يتمناها المواطن الخنشلي، وأنا لا أزكي على الله أحد، فكل مرشح من قائمتنا يتمتع بسيرة ذاتية ممتازة
تتحدث عنه؟ من ضمن البرامج اللي رانا راح نسطروها ان شاء الله وراح نجسدوها على ارض الواقع هو برامج تكنولوجيه بفضل المترشحين اللي معنا، الكفاءات اللي معنا في الاختصاص. ما يخفاكمش باللي عندنا مهندسين في الاعلام الالي، عندنا تقنيين في الاعلام الالي. راح نخلق خليه اعلاميه اللي من خلالها المواطن يقدر يتواصل معنا فيما يخص الجانب الاجتماعي، لانه اليوم الجانب الاجتماعي ايها الاخوه، على سبيل المثال عندنا مواطن منكوب باش يوصل صوته لينا، ولا مواطن عنده مشكل تاع مرض ولا ممكن يمنعه الحياه انه يجي لينا، احنا نخلقوا هذه الخليه الاعلاميه اللي من خلالها يقدر يوصل المشكل تاعه في جو من السريه وبدون ان تتسلط عليه الاضواء من كل الجهات. هذا ماذا بينا الشيء هذا كل نعالجوه، وبالمجلس ان شاء الله ويكون المجلس بربي ان شاء الله تكون الامور تمشي على سن ما يرام، وان شاء الله يكون غير الخير وبالتوفيق ان شاء الله. والناس اللي تحمل المسؤوليه بكل ضمير وبكل مهنيه وبكل مسؤوليه، لان هذه راهي قضيه مصير، قضيه مصير شباب، مصير اجيال. اليوم الشباب بطال، يعني المعيشه في 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 زياده، اصبحت القدره الشرائيه منهاره جدا. ان شاء الله البرنامج هذا ننتظروا منه كل خير، لما نوجدوا له ناس تاع مسؤوليه ونتاع ضمير حي وعندهم نيه نتاع عمل، والله ان شاء الله ننتظروا الخير. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أولا وقبل كل شيء سأقدم نفسي المترشح برزو عبد الوهاب، خريج المدرسة الأولى للإدارة، 29 سنة. نشكرك الأخ الكريم على هذه الزيارة التي من خلالها سنتحدث، وهي مبادرة طيبة من خلالها سنتحدث عن برنامج قائمة الأخوة التي تحمل ترقيم 103. برنامج قائمة الأخوة التي تحمل ترقيم 103 هو برنامج طموح، وأنا كشاب وبفضل سياسة الدولة الجزائرية، بفضل سياسة الدولة الجزائرية التي منذ انتخابات الرئاسية المنصرمة والتوجيهات والبرنامج والآليات وضعتها الدولة لصالح الشباب، وأبسط مثال على ذلك كانوا الانتخابات الذي نص على إجبارية، ألا نص على إجبارية وضع نصف القائمة من إطارات شبانية سواء جامعيين أو قل أو أقل من 40 سنة، وهذه بادرة الاستحسان ونستبشر بها خيرا، التي من خلالها ستقطع دابر الانتهازيين الذين ما فتئوا في المجالس سواء البلدية أو المجالس الوطنية. زيادة على ذلك بالنسبة للولاية نتاعنا كما قرأت الجمهورية اللي قال الولاية فقيرة، ماذا بينا المواطنين تاع ولاية خشلة، ماذا بينا مرة واحدة باك نكونوا في حنايا نوقفوا على رواحنا ونكونوا رجال ونخيروا الكفاءات اللي قادرين مستقبلا يتحكموا في الغلاف المالي هذا إن شاء الله الكبير اللي راح يجي لولاية خشلة، وتكون تنمية حقيقية ونكونوا قد مسؤولية. وضرورة نشر جميع المعلومات المتعلقة بشفافية الميزانية، وهذا يتمثل في نشر التقرير المالي والأدبي بعد نهاية كل سنة، ليستطيع المواطن أنه يطلع على هذا التقرير ويشوف إذا كان خدمنا، فإذا أحسننا فمن الله عز وجل، وإذا أسأنا فمن أنفسنا. أريد أن أقول أن الأعمال أفعال ومواقف وليست وعود كاذبة، ولذلك فإننا لن ندخر أي مجهود في العمل أمانة وصونها وجه. سيدي الكريم، سنختم بك هذه التجربة الاجتماعية البسيطة والمتواضعة والتي كانت حقيقة مميزة إلى أبعد الحدود، لأننا أجرينا ريبورتاجنا هذا مع إطارات وكفاءات نزيهة من أبناء البلدية، فتحوا لنا جميع الأبواب هنا بمقر المداومة. وقبل ذلك نعرف بالسيد قنيس كمال، إطار بمديرية التربية لولاية خنشلة.
مدير الحملة الانتخابية للقائمة الحرة المسماة بالأخوة تحت رقم 103. سيدي الكريم، بما أنك مدير الحملة الانتخابية، ماذا يمكن أن تضيف لنا كتتمة لجميع تصريحات المترشحين وانشغالات الشباب الخنشلي قبل ذلك؟ بصفة عامة فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سيد جنيس كمال، مدير حملة انتخابية للقائمة الحرة الأخوة التي تحمل رقم 103. هذه القائمة اختيرت بعناية، فيها نوع من التجانس، فيها تجانس كبير، ناس عاقلين ذوي مصداقية ذوي خبرة ذوي أهلية علمية. لو نلاحظوا في القائمة هذه عناصر اختيرت من أحياء شعبية، قمنا بعدة خرجات ميدانية، لاحظت بعض من الفئات الشعبية ملتفة حول هذه القائمة لمصداقيتها لكفاءتها لعملها الميداني. وحبيت نقول القائمة هذه صادقة، حابة تخدم، حابة تغير. لاحظت صدق في القائمة هذه، صدق، مصداقية، حابين يخدموا، حابين يعدلوا، حابين ينظموا، عندهم برنامج مليح. حبيت نخدم معاهم، وهذا شرف لي بعد، وحبيت نعاونهم، وإن شاء الله كي ينجحوا تتفقوا عليهم ويفوتوا نخدموا معاهم ليل ونهار، وراني مسؤول على كلامي. أكيد يتبادر إلى ذهني الآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله لو أخذنا هذا الحديث بكل ما تحمله الكلمات من معاني لما كنا الآن في ذيل الترتيب في شتى المجالات، بل نحن نسابق الغرب. الأرض المباركة الطاهرة المعطاءة الشامخة جبالها، لنا الشرف أن نسير فوقها، لأنها في زمن غير بعيد كان يضرب بها المثل في الشجاعة والإرادة والعزيمة. كيف ولا، وأول رصاصة انطلقت من هنا في أعالي جبال الأوراس الشامخ، ولقد ضحى أبناؤها بالغالي والنفيس في سبيل تحرير الجزائر واسترجاعها لسيادتها المغصوبة منذ سنوات عجاف. جيش التحرير وجبهة